أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نتحدث اليوم عن أحد الرجال الذين صنعوا التاريخ وجعلوا الأرض شرقا وغربا في سبيل الله. إنه عقبة بن نافع، هذا القائد العظيم الذي فتح المغرب العربي بأسره. تعالوا نتعرف على عقبة بن نافع. تدور أحداث هذه القصة مع هذا القائد العظيم عقبة بن نافع بعد أن استكانت له الأمور وفتح الشمال الأفريقي كاملا، وفكر أن يعبر الصحراء، الصحراء الكبرى، يعبر الصحراء جنوبا. وفعلا أعد العدة وتوجه باتجاه الجنوب عابرا هذه الصحراء. وخلال عبوره الصحراء مروا في منطقة وعرة جدا، بعورتها تكاد لا تحتمل على الخيل وعلى الجيش وعلى الإبل، وفوق هذا وذاك لهيبها لا يطاق. وشح معها منهم الماء لدرجة أنهم أشرفوا على الهلاك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع جيشا مشى في سبيله. فقام عقبة بن نافع وأخذ ركنا بعيدا عن عيون الجيش، وبدأ يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذه وجيشه، وبقي يدعي وفرسه مربوطة فيها قريبة ما هي بعيد عنه، وبدأت الفرس تضرب بحافرها الصخر، وبعدما عدة ضربات بدأ يطلع ينتشر ماء من تحت الصخرة التي ضربتها الفرس. لا إله إلا الله، ربنا سبحانه وتعالى هو أوحى لها الفرس أو أنها أمرها أنها تضرب هالصخرة بحافرها. وفعلا لما حسوا بالماء أمر عقبة بن نافع أن يحفر حول الصخرة، فحفر حول الصخرة وقلعوا الصخرة، وقال الله سبحانه وتعالى يخرج عليهم الماء، وتدفق الماء من تحت هذه الصخرة كالبحر سبحان الله. وبدأ الجيش يشرب والإبل والخيل تشرب، وارتووا واستوى وارتاحوا حول هذه الماء، حول هذه العين، وبقيت هذه العين والله العالم إلى يومنا هذا في جنوب الجزائر، واسمها عين الفرس، سميت أو عين الفرس أو ماء الفرس من ذاك الوقت إلى الآن والله العالم. وموجودة فيها حولها نخل وشجر وروضة كاملة في جنوب الجزائر. هذه من إحدى الكرامات اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أكرم فيها عقبة بن نافع هذا القائد العظيم. حبيت أن أقول لكم إياها في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.